ولطالما شارك قادة من تنظيمات الإخوان من دول عربية عدة في اجتماعات سرية عقدت في الخرطوم، حيث أثنوا على التجربة السودانية ودافعوا عن فسادها وفشلها. نحن نعلم كذلك أنكم تمتلكون قدرات بشرية غير عادية. يعني أنا أعرف الحركة الإسلامية تقريبا في كل مكان، وأعرف أن الذي القدرات البشرية التي عند إخواننا وأخواتنا في السودان متميزة جدا جدا جدا. فنتوقع منكم شيء كثير، ونتوقع أن تظهر هذه النتائج إن شاء الله، بحيث يصبح السودان نموذجا. الحصار الذي يجري على السودان نحن نتابع جهادكم وصمودكم وإصراركم على المواجهة، عدم الخضوع، عدم الخنوع، عدم التنازل عن المبادئ. لا شك طبعا بعد أوضاع مصر الضغط عليكم زاد. نحن سنقدر بشدة إذا صار شيء من تنازلات من جهتكم من أجل أن تخففوا الضغط على أنفسكم. هذه مسألة مقدرة جدا عندنا، ونعتقد أنه يعني شيء من انحناء أمام العاصفة لا يضر. وأنتم رجال الدولة وأنتم تقومون بالواجب. أقول أنتم الآن الله وهتقوم أعطاكم دولة، أعطاكم أمة تسمع لكم، فضاعفوا جهودكم في خدمتها. جزاكم ربي خيرا وبارك الله فيكم.